ما زلنا مع رونالدو، ما زلنا نتكلم عن رونالدو، والظاهر ان كاس العالم بيخلص والحديث عن رونالدو ما بيخلص. من المفارقات العجيبه الغريبه الجميله اللي شفتها في مباراه غانا، ما ادري لاحظتوها ولا ما لاحظتوها، سجل رونالدو الهدف واحتفل احتفاليته الشهيره سي، تعرفون هذه الاحتفاليه، معلق المباراه اثناء ما نقز رونالدو سوى هالحركه قال سي. لاحظوا لاحظتوا ولا ما لاحظتوا؟ ليس فقط معلق المباراة، إنما الجمهور على أرض الملعب لما نقز رونالدو كلهم صوت واحد قالوا سي. نسمع رونالدو يسجل سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ مش هني الموضوع، المضحك في الموضوع، ما بقول الغريب في الموضوع، ان حتى لاعب غانا في نفس المباراة لما سجل هدف احتفل نفس احتفالية رونالدو بنفس طريقة رونالدو، مثل ما انتم قاعدين تشوفون امامكم على الشاشة، لكن الكاميرا رصدت رونالدو وهو معصب بعد ما سجلوا غانا هذا الهدف. هل عصبية رونالدو كانت عشان اللاعب الغاني قلد احتفاليته، ولا عشان تسجل في مرماهم هدف؟ من وجهة نظري المتواضعة أنا أعتقد أنه لا، زعل وعصب لأن حارس البرتغال بيوديهم بستين داهية وسجلوا الهدف، لأن احتفالية رونالدو كل اللاعبين وكل الأطفال وكل الصغار وكل الكبار قاعدين يحتفلونها، ما أتوقع هذا شيء يزعله. اكتب لي انت رايك، تتوقع عصب على اللاعب الغاني لانه قلد احتفاليته في كاس العالم امامه، ام عصب عشان سجلوا عليهم هدف؟ ولا تنساني من الفولو واللايك.